قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمعوا الجائزة على هذا الذكر العظيم. كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. يعني هنا تجيب 100 وبعدين تبغى تزود زود، لأن الشرع أذلك. يقول ابن القيم، يقول: من طرق باب ربه في كل يوم 100 مرة بهذه الكلمة فهو جدير أن يفتح له. وهذه الكلمة فيها حديث يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالذكر العددي هذا يا أخي الكريم اضبطه بأي وسيلة، بأصابعك، بآلة، بسبحة، اضبطه عدة، ولا تزيد ولا تنقص، لأنك متعبد بالعدد كما أنك متعبد بالذكر. هذا يسمونه الذكر العددي.